كاين واحد الفكره بالنسبه لحبيبات الشوكولاتة، يعني تذكرتها دابا على اساس انه مثلا هذوك الدويات اللي كناخذوا مثلا بالنسبه للامهات اللي كيديروا داك حبوب منع الحمل، يعني هذيك البواطم اللي كتسالي كيكونوا ما اصلا هذوك الفنيدات كيكونوا صغيورين، الفنيدات اللي كيكون اللي كيكون في الدواء يعني تيكونوا صغيورين، فبلا ما نرميوها نحاولوا نستعملوها مره اخرى هذيك البواطه، يعني كنستعملوا دوك الحبوب منع الحمل ولا اي نوع من الدواء الا كان يعني اقراص اللي هي صغيره، هذيك البواطه كنخليوها وكناخذوها، بما انه يعني هي ديال الدواء كتكون يعني نظيفه، فغادي ناخذوها نمسحوها مزيان وهذيك البواطه نذوبوا الشوكولات سواء الابيض او الشوكولات الاسود من النوع الممتاز ولا اي نوع من الشوكولات اللي عندنا، وناخذوا هذيك البواطه اللي كيكونوا فيها حفيرات يعني على شكل اقراص كيكونوا خاويين، صافي استعملنا الدواء كتبقى عندنا هذيك البواطه، فغادي ناخذوها وناخذوا غير بحال دابا مثلا ناخذوا اما بصبعنا غير بصبعنا الصغير ندهنوا هذوك الحفيرات الصغيورين بشويه ديال الزيت، وكناخذوا هذاك الشوكولات اللي ذوبنا وكنهزوه وكنبقاو نحطوا بالمعلقه الصغيره اولا الجيب الحلواني داك الرقيق كنبقاو نحطوا على هذوك الحفيرات باش كياخذوا الشكل، وكندخلوهم الثلاجه ملي كيجمدوا كيقبطوا راسهم مزيان كناخذوا ديك البواطه صافي وكنقلبوها، فكيخرجوا لينا هذيك الشكل ديال حبيبات الشوكولات يعني اقراص نفس الشكل صغيورين. فكاين بعض السيدات اللي كياخذوا مثلا الشوكولات كيذوبوا في الجيب يعني كيذوبوا ويديروا في الجيب الحلواني، وملي تيبغيو يحطوا مثلا في البابي مثلا ورق الطهي بابي سلفوريزي مثلا مدهون وكيبغيو يحطوه باش يشكلوا حبيبات ديال الشوكولات مصايبين في الدار، ما كيجيهمش نفس الشكل وما كيجيهمش نفس القياس. فهذه طريقه ناخذوا غير هذيك البواطه مثلا خدينا حبوب من الحمل اولا اي نوع من الدواء تكون الاقراص صغيره باش يجينا على حسب الشكل، الا بغينا كاين دابا الحبيبات ديال الشوكولات على شكل صدافي كبار، كاين متوسطين كاين صغيورين، فكيبقى على حسب البواطات ديال الدواء نتوما غادي تاخذوا وتخليو منهم، وفوق ما انكم تبغيو ديروا الشوكولات هكا كنوع من التزيين على شكل حبيبات باش يجيكم قياس واحد وشكل واحد وكميه كثيره، فغادي ناخذوا نذوبوا الشوكولات ونديروه في هذيك البواطه ديال الدواء، ومن بعد صافي نخليهم يقبطوا راسهم مزيان في المجمد، ومن بعد كنقلبوهم فكيجيونا اقراص كيجيونا حبيبات ديال الشوكولات خداو داك الحجم وداك القياس ديال هذيك البواطه ديال الدواء. فهذه حتى هي فكره بالنسبه نعاودوا نستعملوا يعني اي حاجه في الدار نعاودوا نستعملوها قبل ما نرميوها.